إن هذا العمل هو حقيقة اللحظات الأخيرة التي حصلت مع عناصر فوج إطفاء بيروت في 4 آب 2020. تحية إلى شهداء فوج الإطفاء وإلى جميع الشهداء وإلى روحهم السلام. رواد، اليوم بدنا نعمل تدريب فرد الحي. بدي اياكم تتحدوا بعضكم، بدي عير تايمر، بدي شوف مين الاقوى. حتى ما تسود لي وجهي. يلا شباب جاهز، يلا جو جو جو، يلا حتى حتى بيض لي وجهي. مثال حبيبي، طمني شو صار معك. ان شاء الله خير يا رب. جوب صعب، ما زالك جيت، قريب تدرب معنا. يا ماما، اجتمعنا مع المحافظ وحقوقنا رح ناخدها مع مكافأة. الحمد لله يا رب حبيب قلبي، الحمد لله يا رب، كتر خير الله. خليك شبك كيتي عامل رالف. ايه خيي؟ على فيل خيي، بدك شيء؟ الله معك، شوف وجهك على خير. كتر خيرك يا سحر، يلا قربت نشوفك عروس. ايه قربت، يلا بعطي كم شهر. يلا ان شاء الله. حياتي مرتي، اشتقت لك. بدك تنطرني لبكره تشوفك؟ شو بدي اعمل؟ ليلي نايم بالمركز وبكره سوا. صرنا شهر مجوزين وهذا اجمل شهر بحياتي. اوكي قبرني قلبك، انا شو بحبك، انتبهي لي على حالك. ولك يا بيي، ليه ما ضليتك نايم مرتاح يا حبيب قلبي؟ لك ولو يا بيي، ولك ما لك 3 سنين مش جاي لعندي، ما هو ضل نايم. شرب الحتة؟ تعال عم محلي، شوف شو رح أعمل لك فيهم. هاي حبيبة، كيفك؟ طمنينا عنك، اشتقت لك أنا. يا توبريني، أنت منيحة؟ حبلك كيف منيح؟ يلا مهزوبة خيال عليا. ايه أوكي حبيبة، تبع حالك، يلا بشوفك. لا يا بيي، انا بكره بطلع بشيل الخشبات، انا بكره بقوم بكير. ريح لي حالك يا بيي يا حبيب قلبي. على كل حال بدي اكل لقمه، تعبان، واذا الله رد برجع بحكي معك. يلا حبيب القلب، ريح لي حالك وبس. الو اطفاء بيروت؟ نعم. اوكي شرطه بيروت؟ نعم. حريفي مفق بيروت؟ اوكي جاهزين، يلا. انتبه على حالك، برجع بشوفك. نزال حبيبي، نزال نزال. خلص يا خيي، خلص خيي، انت عريس جد، ريح لي حالك. هدي هدي يا خيي، خلص هدي. هو ما صارت على الدليفري اكل، انا بس ارجع بكره. رام نزال، انا الشوفير. لك بسيطه يا زلمه، هون فشخه دقيقتين روح ورجع. طب احكي لنا اذا بدك شيء. اعملوا هيك كثير اسرع. عايزين بالو حبيبي، رايحين على مهمة، رايحين على مهمة.
هاي حياتي، هاي حبيبتي، رايحين نطفي حريق على البور وراجع لعندكم. ليكي ليكي خيك المجنون قطع مثل المجنون عنا. يلا يلا خليني سكر تنلحقهم. باي. إذا في شيء ركدي حبيبي. الفداء والوفاء نرص الصفوف نلب النداء نكافح نارا نصون الضيارة نحن رجال فوج الأطفاء نحن رجال Shut up.
ليل المخاطر نحن الأمل، قلوب تصارع قيد الأجل. ليل المخاطر نحن الأمل، قلوب تصارع قيد الأجل. نصد الرياح، نلم الجراح بكل ظروف وأمر وجل. نكافح نارا، نصون الديار، نحن رجال فوج الإطفاء. اشتقت لك كتير، اشتقت لحنيتك، لبسمتك، لضحكتك، لهضامتك. أنا اشتقت لك كتير وبحبك كتير، وبتمنى أنه مثل ما روحك راحت في ده الوطن يكون دمكن وروحكن قيمة لبنان. حنضل نتابع القضية طبعاً لآخر نفس من عمرنا. اشتقت لك كتير يا خي، بوعدك أنه رح ضل مكمل للآخر لجيب العدالة وكرمال دمك ما يروح هدر. خي اشتقت لك كتير، لك فقدة بالبيت، بعرف العدالة بلبنان ما حتوصل لمطرح، انتو حتجيبوا حقكم بايدكم ودمكم ما حيروح حدا. بحبك كتير، ما حانساك كل حياتي، وبدعي لك كتير ان شاء الله انت عند رب العالمين باعلى رتبة. بقول له انا مفتخرة فيك قد الدنيا وانت رفعت لي راسي، وانا بحمد الله وبشكره كل يوم انه الله عطاني اياك. وبقول له انا اشتقت لك كتير، عم بدعي ربي كل يوم انه ارجع اجتمع فيك لقابتك. قضيتنا نضل نحكي فيهم كل يوم، وقضيتنا الاكبر انه نتخلص من هالزقران اللي حاكميننا اللي كل يوم عم يقتلوا شهدائنا 100 مره. نحن بنحبكم لاخر نفس بحياتنا، ورح نضل نناضل كرمال قضيتكم لاخر نفس بعمرنا ولاخر يوم بحياتنا. رح نضلنا مكملين لنرد لكم كرامتكم، نحن بنحبكم كثير من كل قلبنا، ورح نضلنا ورا القضيه تبعكم لنعرف مين قتلكم ومين عمل فيكم هيك. شو كان صار لو أربع آب ما كان مصيره الانفجار؟ شو كان صار لو كل خي ضل حد خيه؟ لو كل أم حضنت ابنها؟ لو كل أخت خبرت خيه عن همومها؟ شو كان صار لو العرسان كملت فرحتهم وكبرت العيلة معهم؟ بتوجه للمسؤولين وبسألهم، مش مهم إذا نحن ما سمحناكم، بس الأهم تسألوا إذا الله حيسمحكم.